تقع قرية الصراري في أعلى قمة من جبل صبر، وتطل على مدينة تعز ضمن مجموعة قرى شرق المدينة، كما تشرف على الطريق الجبلي الوحيد الذي يشكل شريان الحياة الأخير للمدينة المحاصرة منذ ما يزيد عن عام. وكغيرها من القرى البعيدة لم يكن اسمها يرد كثيرا، إلا أن الأحداث الأخيرة حولتها إلى مسرح للأعمال الحربية. فبعد أن أقدم مسلحون موالون لجماعة الحوثي على قطع الطريق التي لطالما سربت الحياة للمدينة، حاولت وجهات اجتماعية احتواء المعركة وتجنيب المواطنين ويلاتها، ولكنها بسبب تعنتهم باءت بالفشل. المعركة كشفت عن أسلحة ثقيلة خزنتها الميليشيا عن طريق من يدينون لها بالولاء، وقبلوا أن يزجوا بمنطقتهم في هذه المعركة. تقول مصادر في المقاومة الشعبية إن مواطني المنطقة نزحوا في الأيام القليلة الماضية، وسقط العديد من القتلى وسط تبادل القصف المدفعي. هي معركة كباقي المعارك التي فرضت على مواطني تعز ووجدوا أنفسهم مجبرين على خوضها.